الأخلاق شيوعا، وهي الخلط بين همزتي وصل، الطلاب في كل موسم أو سنة من قضاء على إخطاء في المطالعة. لا، هذا عبارة عن نحن نمني أنفسنا أن الشعب أصبح مثقفا. لذاتي فكان فيك عذابي، للذكريات أفر. البحوث هي محاولة طيبة من بعض المعلمات، 10 معلمات قمنا بتقديم بحوثهن في مختلف المواضيع، وكلها تصب في دائرة اللغة العربية وأهمية الاهتمام بها ومعالجة الإشكالات عند الطلاب، في سواء كان في الكتابة أو في الأسلوب أو في الأداء والنطق، وهذه الظواهر الموجودة في المدارس من بعض المعلمين ومن كثير من الطلاب. أساسي وخاصة مرحلة الصف الأول إلى الصف الرابع. الكلام عن ليس خاص بهذه الورقة، هناك تكرر القصة اللي هو فيه الأداء طبعا بتكلم. نعم، ترتيب صالح الفرجاني. شاركت بورقة بحثية بعنوان العزوف عن القراءة الحرة، كانت المحاور جدا رائعة. من خلال المحاور نعالج موضوع مهم، موضوع خاص بيوم اللغة العربية العالمي، اللي هو كيفية نكون شعب قارئ، شعب مهتم بالقراءة. العربية وهذه الفرق العربية.